رأيك أنت كفنان في المسار الذي أخذه الفنان فضل الشاكر؟ أنا ضد أي مسار خارج إطار الفن، ضد أي مسار سياسي. العقيدة والدين والاعتقاد هن للإنسان، وهن لعلاقته مع ربه، بس مش تتصير لعلاقته بالناس ويوضع الناس بكاتيجوري إذا بدك حسب هو معتقداته، ويصير هو معادي للآخرين. الفنان هو للجميع، والله أعطانا نعمة كبيرة إنه نحن الفنانين الناس كلهم بحبونا. وانا وقت بيجي على المغرب مثل وقت بروح على مصر، وقت بروح على اي دوله، انا بحس حالي ببيتي. هني الناس بيعطوني هالشعور لاني انا بقدم لهم اغاني عاطفيه ما لها علاقه بالسياسه والحدود. لذلك اكبر خطا انه الفنان يروح فيكون عنده معتقدات بقول لك لذاته، بس يروح بخط سياسي معادي. والخطا اكثر من هيك انه بقولها بزعل، لانه انا بحبه لفضل، بحبه كفنان، يعني فنان مرهف، انه يفوت بهالاتجاه ويوصل لمواجهه الجيش اللبناني ولا دخول بأشياء عسكرية. أنا برأيي كل واحد حسب نيته، بس الله يكون بعون كل إنسان، يعني ما بعرف بهالظروف هيدي. شكرا.